Allez, viens, on va aller se faire un kawa parce qu'après, il faut que j'aille au magasin et avant d'aller chez le toubib. تقول جولي لأودري بعد احتساء القهوة: سأذهب إلى المخزن التجاري ثم إلى الطبيب. من أصل هذه الكلمات العشر هناك ثلاث جاءت من العربية. كوا هي القهوة، ومغازان هي المخزن، وتوبيب هي الطبيب. الأكاديمية الفرنسية التي تلاحق مسار تطور اللغة فرنسا عائدة إلى الجذور تعمل على بعض المفردات العربية الأصل لإدخالها رسمياً في القاموس الفرنسي. أمين معلوف الكاتب اللبناني الأصل المنتخب حديثاً في الأكاديمية والمغرم بأصول الكلمات يرغب في القيام بدور في إدخال لغة العرب إلى قاموس الفرنسيين. في كتير كلمات معروف أنه فيها أصل عربي مثل الكول أو الشيمي، أو نفس الوقت في كتير كلمات مش معروف بشكل شائع، يعني طبعاً اللغويين بيعرفوا لأنه عاملين دراسات. مثلا مساج ما حدا بيربطها باللغة العربية، ولكن مساج أصلها من مسة، وهذه ثابتة يعني حسب اللغويين. مثلا المتلة من مطرح، من طرحة مطرح، ومعروف كمان كيف تطورت الكلمة تصير هيك. وفي كتير كلمات. هذا الكاتب الجزائري الأصل وضع مؤلفاً ضخماً عن مئات المفردات الفرنسية المشتقة من العربية، من بينها مثلاً أمبر عنبر، الكول الكحول، أبريكو برقوق، بلاد بلاد، وغيرها الكثير. 25% viennent de l'anglais, 16% de l'italien, si mes souvenirs sont bons, 13%, on oublie souvent le germanique. Le germanique a donné beaucoup de mots à la langue française, 13%, donc sur les 4200. Et figurez-vous, après le germanique vient l'arabe. Ce n'est pas l'espagnol qui vient après, c'est l'arabe qui a donné 6%. لجنة القاموس في الأكاديمية الفرنسية درست حتى الآن الأصول اللاتينية واليونانية للكلمات، وهي تنوي توسيع دائرة بحثها نحو أصول أخرى. تجهد هذه الأكاديمية للحفاظ على دور اللغة الفرنسية، فتبحث في أصول الكلمات المسافرة بين البلدان والحضارات والمحلقة أبعد من دورها اللغوي، لتصبح جسر حوار بين ثقافات محكومة بقانون التلاقح. حسين قنايبر، العربية، باريس.